ذوو الاحتياجات الخاصة في محافظة نينوى يعانون تهميشا وإهمالا من قبل الحكومة ولا يجدون منها عونا على مكابدة ظروف الحياة، رغم أنهم الشريحة الأكثر حاجة إلى الإعانة والدعم على كافة المستويات. حقيقة اليوم الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون مختلف التهمش ومختلف التجاهل من قبل كافة الجهات الحكومية والدوائر الدولة. يعني على سبيل المثال أبسط الحقوق أنه مدى يقدرون يحصلون حقوقهم بصورة صحيحة. يعني قبل أيام أنه جت درجات وظيفية أي هي من حق الأشخاص ذوي الإعاقة، استولوا عليها أشخاص من قبل وزارة التربية وأخذوا مكاناتهم في دائرة هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. متطلبات كثيرة تقدمت بها جهات مجتمع مدني لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من قبيل توفير وظائف لهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتسهيل انخراطهم في الحياة العملية. تحتاج رعاية خاصة، تحتاج نظرة حكومية تكون جادة من أجل تغيير هذا الواقع. طبعا تم طرح العديد من المقترحات بهذا المجال، من ناحية أنه مثلا تسهيل وصول الخدمات إليهم، من ناحية أيضا تسهيل مثلا بعض المرافق الصحية التي يجب أن تكون لهم فد دعم معين. يعني ما بالإمكان أنت مثلا تخلي أي مرفق حكومي أو خدمي، لكن مع ذلك يعني يكون صعوبة على هذا الشخص الوصول إلى هذه المكان. الحروب التي مرت على العراق خلفت أعدادا كبيرة من ذوي الإعاقة، وفي ظل تردي القطاع الصحي أصبحت حالات الكثير منهم مستعصية. بالتأكيد العراق مع الأسف أنه صار على الحوادث والحروب اللي صار عليها العدد بالتأكيد أكثر، فإحنا خلال المشروع هذا بنستهدف مركز المدينة للأشخاص ذوي الإعاقة وقضاء الحمدانية، حتى نحاول أنه استناد إلى قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013. هناك بعض فقرات من قانون احنا نريد نفعلها عن طريق المدافعة والضغط على حكومة. ذوي الاحتياجات الخاصة في نينوى يقدمون صورة عما يعانيه غيرهم في المحافظات الأخرى في ظل غياب الرعاية الحكومية.